الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح أن موضوع الديون العراقية معقد جدا، لا سيما أنه يتوزع بين الديون الخارجية والداخلية. وقال صالح إن الديون الداخلية للعراق تبلغ 50 مليار دولار وتستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي وليست لدائنين محليين من القطاع، مبينا أن المتبقية من الديون الخارجية واجبة السداد نحو 23 مليار دولار. وأضاف أن قسما من الديون الخارجية هي من بقايا جدولة ديون اتفاقية نادي باريس، والأخرى استجدت لتمويل التسليح وتجهيز القوات المسلحة. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وأربيل. وقال مصدر محلي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149,000 دينار عراقي لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 149,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي أيضا. هددت وزارة الزراعة في العراق بإعادة فتح الاستيراد أمام الدواجن والبيض في حال عدم التزام المنتجين بالتسعيرة المحددة. وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف إن ارتفاع أسعار مدخلات الدواجن أثر سلباً على إنتاج كلفة البيع، لافتاً إلى أن وزير الزراعة دعا المنتجين لبيع طبقة البيض بسعر لا يتجاوز 5,000 دينار. وأضاف أنه في حال عدم الالتزام بالتسعيرة ستعاود الدولة فتح الاستيراد أمام الدواجن والبيض. تراجعت أسعار النفط الخام بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة المالية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.20 دولارا للبرميل الواحد، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ نيسان عام 2019 في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي للنفط الخام إلى 72.01 دولارا بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول عام 2018. كما عززت الأسعار ارتفاع إنتاجية المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بنسبة 4.4% في أيار من نفس الشهر قبل عام إلى مستوى قياسي. ارتفعت أسعار الذهب لتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا. وارتفع سعر الذهب إلى 1,820 دولارا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي إلى 1,822 دولارا للأوقية. وارتفع الذهب بعد أكبر انخفاض في 5 أشهر، حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرته المتوقعة لتشديد السياسة وسط تفاؤل بشأن سوق العمل وتصاعد المخاوف بشأن التضخم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.